له كثير من شبابنا في الغرب يسألون عن بيع القائد اسمه عراقي أبو بكر عراقي في العراق وقتال معه، فما نصيحتك ونصيحت علمائنا للشباب؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على محمد. ما يجري في العراق فتنة، لا شك أنها فتنة، وكثرت الجماعات في العراق، ومن الجماعات التي خرجت الآونة الأخيرة ويسمى بجماعة داعش التي يقودها أبو بكر البغدادي، وهذه الجماعة أهل العلم عندنا يقولون هي جماعة تكفيرية منبثقة من شرق الخوارج، لأنهم يسرفون في القتل ويقطعون الأخضر واليابس ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولو فرضنا أن داعش عندها شيء من الحق، عندها شيء من الحق، ألا ينبغي للشباب المسلم أن ينحرف في الشبهات والمشتبهات ولا يقاتل إلا تحت راية إمام معروف بالدعوة إلى التوحيد والسنة وما كان عليه السلف الصالح؟ ولذا أنصح الشباب بأن لا يدخلوا في قتال مع داعش ولا مع غيرها، لأن القتال الدائر الآن في اليمن وفي سوريا في العراق هو قتال فتنة، فلا نشك أن بعض الطوائف السنية وبعض الطوائف البدعية هذا شيء معروف، لكن أهل السنة لا ينقصهم العدد، أهل السنة في العراق وفي سوريا وفي اليمن لا ينقصهم العدد، إنما ينقصهم العتاد والدعاء والإمداد بالمال، وهم بحاجة إلى الحكام المسلمين أكثر من حاجتهم إلى الأفراد، لأن سياسات الدول مع بعضها أقوى من سياسة الأفراد. الفرق مسكين يحمل سلاحه على ظهره ولا يصنع شيئا، بينما الدول بثقلها وسياساتها واقتصادها ومددها وعونها ودعمها هي التي تنصر الجهاد بإذن الله وتنصر أهل الحق على أهل الباطل، ومن ذلك ما تقوم به الدولة عندنا وفقها الله من يعني من إمداد أهل السنة في العراق، ومن إمداد أهل السنة في سوريا، ومن إمداد أهل السنة في اليمن، إمدادا لا يطيقه الأفراد. وكما أسلفت أن هذه البلدان لا يعني ليست بحاجة رجال ومقاتلين، لأن أحيانا بعض المقاتلين يفسد على أهل السنة، مثل ما أفسدوا على جميل الرحمن في أفغانستان، وأفسدوا علينا في كثير من البلاد. يأتي الشباب المتحمل فيدخل مع جماعة، هذه الجماعة تقاتل على السنة أو تكسر على السنة أو تقتل على السنة أو ليس لها سياسة واضحة المعالي. فأنا أنصح الشباب بأن يكثروا من الدعاء والتطوع بأن يعز الله الإسلام وأهله ويكبت الشرك وأهله، وأن ينصر على السنة ويحذر على البدعة، وأن يتعالفوا ما بينهم، أن يتحاطوا، وأن لا يدخلوا في قتال مع أحد، لأن الأمر لا يزال ملتبسا ومشتبها. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ويكفيهم حديث حذيفة في الصحيحين لما قال يا رسول الله، يعني لما سأل عن الخير والشر ثم قال ماذا أصنع؟ ما
ماذا تأمرني؟ قال ألزم جماعة المسلمين وإمام. قال فإن لم يكن لهم جماعة وإمام؟ قال اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعظ بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فهذه نصيحة للشباب. نعم. جزاك الله خير يا شيخ. بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من بعد أيها الأحبة في الله, شيخنا الشيخ سعيد حفظ الله تعالى was asked, many of the youth in the West ask about the group ISIS in Iraq and taking the oath of allegiance to their leader Abu Bakr. What is your advice concerning this and what is the position of our scholars? He said, حفظ الله تعالى, all praise belongs to Allah and may peace and blessings be upon his messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. O Allah, bestow peace and blessings upon Muhammad. What has occurred in Iraq is fitna. No doubt it is fitna. And many groups in Iraq, and the group which has appeared in more recent times is the group called Daesh, Daesh in Arabic, ISIS in English, which is led by Abu Bakr al-Baghdadi. This group, according to our scholars, is known as divisive takfiri, which developed from the Khawarij. This is because they transgress the bounds in killing. They kill everything living and a believer does not participate in this. Let's just say, if we were to claim that Daesh has something from the truth with them, then it is not permissible for Muslim youth to join in doubtful and ambiguous matters, and not to fight except under the banner of a well-known imam upholding Tawheed and the Sunnah and what the pious predecessors were upon. So I advise the youth not to join with the group ISIS or any other group, because the fighting that is taking place in Yemen, Syria, and Iraq is chaotic fighting. No doubt there are some groups that are Sunni and some that are from Ahl Bidah, and that is well known. However, Ahl Sunnah should not increase their numbers. Ahl Sunnah in Iraq, Syria, and Yemen do not increase their numbers, but instead they assist through supplication, donations, and planning. They are in need of governments much more than they need support of individuals, because the assistance of governments is much greater than that of individuals. Look at an individual. He carries a weapon on his back having little effect compared to a government with its policies, with its politics, economics, and policy, its wealth, support, and assistance. This is what supports jihad by the permission of Allah and supports the people of truth over the people of falsehood. Also, look at the example of our society. Looking at the example of our society, who assists Ahl Sunnah in Iraq, Syria, and Yemen with support that individuals are unable to give. As we stated, that place is not in need of more fighters, because sometimes those fighters cause problems for Ahl Sunnah, like what happened to Jamil al-Rahman in Afghanistan, and they were problematic for us in many other countries. Some of the youth would go and then join a group who fight Ahl Sunnah, or make takfir of them, or kill them. So look for those things which are clear. I advise the youth to increase their supplications that Allah helps the Muslims and restores their honor and humiliates polytheism and its people. Helps Ahl Sunnah, that Allah helps Ahl Sunnah and degrades Ahl Bidah. Increases the love between the Muslim youth and cooperation. Do not enter into this fighting, because the matter remains very convoluted and doubtful. The Prophet prohibited this. Rather, in many hadith, like the hadith of Hudhayfa in Sahihain, when he was asked about good and evil, and he said, meaning Hudhayfa said, what should we do, or what do you command us? He said, adhere to the main body of Muslims and their imam. He then said, what if there is no jama'ah or imam? He said, avoid all of those groups and cling to the root of a tree until death comes. So that is my advice to the youth. And we ask Allah the Almighty to accept our good and forgive our evil. Anything that I said that was correct was from Allah Azza wa Jal. Any mistakes or any things that were misinterpreted were from myself and the shaitan. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.